هو فوجئنا بعربيه ميكروباص مكونه من 14 فرد جاءت من ناحيه شارع طلعت حرب ودخلت على الثوار وقاموا من الشباك مع الثوار وجرحوا منهم 9 ثوار وقد تمكن الثوار من الامساك باثنين منهم وهرب 12 منهم ولكن نفوجئ بان المبعوثين من البلطجيه تتكلم طبيعي وقول لي اللي حصل اللجوء من البلطجيه دوم برشمين احنا بنسال سؤال مين اللي بعت البلطجيه للثوار؟ طيب بنسال سؤال ثاني الامن انسحب وهذا هو الانفجارات مين يبعت بلطجيه يقتل الشعب المصري؟ طب احنا بنهيب بالمجلس العسكري والجيش المصري الذي هو حمى وحامي الشعب المصري ونساله سؤال وللسيد المشير رئيس المجلس الاعلى ورئيس المجلس العسكري من يبعث لابناء مصر قتله ليقتلوهم ان هؤلاء قتله جاءوا سكارى ولم يكونوا في وعيهم شو حضرتك الواقع ايوه حضرنا الواقع ما هو البرشام يذهب العقل تمام شكرا البرشام يذهب العقل شكرا عفوا.